بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. هاي الصوبة طبعا نوعي الحديثة، أم الجمر احنا نسميها. نلاحظ الليد مالته توحجه كله ضعيف، والشمعات لازم ما يشتغل، لكن المروحة لاحظوها لا تشتغل. هاي المروحة هذا معناته كهرباء جايته كلش عالية. لاحظ يعني حتى الهيتر مالته مايع، لاحظوها الهيتر مالتها مايع، ثلاثة المايعات. فراح نبدلهن ونشوف شغلة الإنارة شلون نحلها. المرحلة الأولى استكملت، كملنا الشمعات، ثابت المحروقات، السيم مالته الهيتر. بقت عندنا شغلة الجمر، بدها تفتر لكنه الإنارة مالتها كلش ضعيفة. هسه راح نعالجها. عندنا جهاز فحص الليدات، فحصنا الإنارة مالته طبعا. الليد يشتغل والليد اللاف تعبان كلش، الإنارة مالته. فهسه نشوف شنو المشكلة. هنا عالجنا شغلة الإنارة، مصدرة مع الشاشة 32 علامة الوادي أو المشابهات إلها، يعني مصدرة كاملة 32. جبنا لها كارت، بعد ما كملناها عالجنا الوضعية. كارت مع الإنارة مع الشاشة، هذا تشوفونه بيه الحار والبارد حسب القطبية، ومنها دخول الكهرباء 220. مصدرة كاملة مع الشاشة 32 تشوفوها كاملة هذه. الكارت بقينا نفسه، واخذنا من عنده بس خط الكهرباء 220 منا ومنا. راح نشغلها ونشوفها. هاي الإنارة من الخلف تشوفوها، هاي شكلها منا حلوة، والهيترات اشتغلت. حبينا نوضح لكم هاي الطريقة. طبعا هاي الكارتات اللي نوهنا عليها هذه خوش نوعية، ترهم للشاشات وهيج حالات، واسعارها مناسبة جدا. تحياتنا لكم وشكرا لكم.